بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الطلاب. موضوعنا اليوم نتحدث فيه عن الدعاء، لكن قبل أن نتحدث فيه عن الدعاء لنستذكر الدروس السابقة، دروس سابقة أو موضوعات مرت عليكم في كتاب التوحيد. أنواع التوحيد، مرت علينا أنواع التوحيد، تتذكرون ما هي أنواع التوحيد؟ أنواع التوحيد كم عددها؟ كم عدد أنواع التوحيد؟ فكر معي، كم عدد أنواع التوحيد؟ أنواع التوحيد ثلاثة، أنواع التوحيد ثلاثة. النوع الأول توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي درستها فيما سبق وتعلمتها. في أنواع التوحيد، في نوع من أنواع التوحيد نسميه بتوحيد العبادة، نسميه بتوحيد العبادة. أي نوع من أنواع التوحيد الذي يسمى بتوحيد العبادة؟ أي نوع من أنواع التوحيد الذي نسميه توحيد العبادة؟ تساؤل، فكر معي، ابحث، انظر. التوحيد الذي يسمى بالتوحيد العبادة هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. نرجع أيضا نتذكر العبادة، مرت عليكم العبادة. العبادة، ما هي العبادة؟ تعريف العبادة، ما العبادة؟ العبادة قلنا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فتمر علينا أنواع العبادات. أنواع العبادات، هناك عبادات قولية، هناك عبادات فعلية أو عملية، وهناك عبادات باطنية قلبية. هناك عبادات ظاهرة تظهر أمام الجميع، وهناك عبادات باطنة التي تكون في القلب. فهنا عندنا نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة، وهو نوع من أنواع العبادة، وهو الدعاء. الدعاء، الدعاء، الدعاء. تتوقعون معي من أي أنواع العبادة الدعاء؟ من أي أنواع العبادة الدعاء؟ هل هو فعلي؟ أم هل هو باطني قلبي؟ أم هل هو ظاهري قولي؟ الدعاء قولي، الدعاء قولي، لأنك في دعائك دائما تقول الدعاء، دائما تقول في الدعاء اللهم ارحمنا، اللهم وفقنا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، اللهم وفقني، اللهم نجحني. هذا دعاء، دعاء، هذا يسمى الدعاء. لكن الآن يتبين لنا تعريف الدعاء، تعريف الدعاء. قبل أن نعرف الدعاء الآن أسألكم أسئلة. السؤال الأول، انظر، أذكر بعض الأدعية، نرفع الآن بس، أذكر بعض الأدعية، أذكر بعض الأدعية التي تحفظها وترددها كل يوم. أدعية ترددها وتدعو بها كل يوم، أي دعاء؟ دعاء رب اغفر لي ولوالدي، اللهم وفقني، أي دعاء تدعو به؟ أي دعاء تدعو به؟ اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا دعاء من الأدعية، دائما هذه أدعية، هذا الدعاء. ما علاقة الدعاء بالتوحيد؟ تو قبل قليل في المقدمة تحدثت عن هذا الأمر. ما علاقة الدعاء بالتوحيد؟ تذكروا معي قبل قليل مهدنا، قلنا أن أنواع التوحيد ثلاثة، ألوهية، ربوبية، أسماء وصفات. في توحيد من أنواع التوحيد يسمى بتوحيد العبادة، توحيد العبادة، جيد، توحيد العبادة. ثم الآن الدعاء، الدعاء لما ذكرنا تعريف العبادة قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال
الظاهرة والباطنة، أقوان. فهنا الدعاء هو عبادة قولية، الدعاء عبادة قولية، فهي تدخل ضمن التوحيد. الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله، هذا في البداية، لكن سيتبين لنا أكثر ونقعد هذا الأمر أكثر. طيب، الآن ننتقل إلى تعريف الدعاء. انظروا في الكتاب، عندكم في الكتاب تعريف الدعاء. الدعاء، الدعاء في اللغة، في اللغة الدعاء أنت تدعو أحد، تقول يا فلان، دعاء يا فلان، تطلبه يا فلان. فهنا الدعاء هنا هو الطلب، الدعاء هو الطلب والنداء، يا فلان يا. لكن هنا الدعاء المقصود به هنا الشرعي، وهو دعاء الله، دعاء الله سبحانه وتعالى، دعاء الله هو الطلب والنداء. هذا في اللغة، يعني في اللغة العربية، في اللغة العربية، في اللغة العربية الدعاء هو الطلب والنداء. شرعا نأتي للشرع، لجوء العبد إلى ربه جل وعلا، يلجأ العبد إلى ربه جل وعلا. طيب، لجوء العبد إلى ربه، لما يلجأ العبد إلى ربه بماذا يلجأ؟ بسؤاله. السؤال هنا هو دعاء، سؤال، سؤال هو دعاء، السؤال دعاء. بسؤاله ما يريد، أشياء تريدها، تتمناها، تريد أن تطلبها من الله سبحانه وتعالى، تريد أن تتحقق، تريد القبول، تريد النجاح، تريد الرزق، دعاء. بسؤال ما يريد، بسؤاله ما يريد من جلب منفعة، تجلب منفعة، تحصل على منفعة، جلب منفعة، أو دفع مضرة. الإنسان الذي يدعو الله أن يحميه، اللهم نجني من كذا، اللهم ابعد عني كذا، ابعد عني العذاب، ابعد، هذا مضرة. فأنت تطلب من الله أن يبعدك الله من هذه المضرة، يبعدك الله من هذه المضرة. فهذا الدعاء، العبد يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله بقلبه، بحضور القلب يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، كل ما في أجزاء جسمه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يرفع يديه ويبدأ يسأل يا رب، يا رب ارزقني، ارحمني. هذا معنى الدعاء. فأنت الرزق والرحمة، طلب الرحمة هذا طلب منفعة، والثانية دفع مضرة، واحمني، ابعد عني، فتطلب من الله سبحانه وتعالى. الدعاء عبادة، ذكرنا أن الدعاء من أي أنواع العبادة، الدعاء من أي أنواع العبادة، الدعاء ذكرنا أن أنواع العبادة هناك قولية، وهناك عملية أو فعلية، وهناك قلبية. من أي أنواع العبادة؟ العبادة القولية، العبادة القولية. الدعاء عبادة وقربة، تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، قربة، لك أجر إذا دعوت، لك أجر إذا دعوت الله سبحانه وتعالى، لك أجر، لأنك طبقت. فأنت في الدعاء مثل الصلاة، الصلاة تؤجر عليه، الصيام تؤجر عليه، الصدقة تؤجر عليها، هذه الأعمال كلها تؤجر عليها، كذلك الدعاء إذا رفعت يديك ودعوت الله تؤجر، تأخذ أجر، لأنك الآن تناجي ربك، تطلب من الله، تبتهل الله وتسأل الله، تطلب من الله أشياء، تلتجأ إلى الله، فتبدأ تدعو يا الله، يا الله ارزقني، ارحمني. ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا يجب صرفه لله تعالى وعدم إشراك أحد معه. فما دام أنه عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، وهذا هو توحيد، توحيد الألوهية. لا، توحيد الألوهية سميناه قبل قليل بأنه يسمى بتوحيد العبادة، يسمى بتوحيد العبادة. فهنا لما كان هذا التوحيد يسمى بتوحيد العبادة، والدعاء عبادة، فلا تصرف هذه العبادة إلا لله. من الخطأ أن يأتي أحد فيدعو شخص آخر، يدعو إنسان، يدعو جماد، يدعو ملك، يدعو نبي، يدعو، هذا من الخطأ. الدعاء لا يصرف إلا لله، فتدعو تقول يا الله ارحمني، لكن لا، ما تطلب يا فلان ابن فلان ارحمني ارزقني، لا، خطأ، خطأ عظيم. إنما الدعاء إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. لاحظوا الآن الأدلة على تأكيد أنه عبادة. إذا جاءك
اذكر الدليل على أن الدعاء عبادة. انظر ماذا قال الله: وقال ربكم ادعوني. الله يطلب منا الدعاء: ادعوني أستجب لكم. إذا دعوت الله يستجيب الله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صاغرين. لاحظوا، قال ادعوني ثم بعد قال يستكبرون عن عبادتي، فهنا الله يبين بأن الدعاء عبادة. الدعاء عبادة. يستكبرون عن، هناك أناس يرفضون أو لا يدعون الله ولا يرغبون في دعاء الله سبحانه وتعالى، لذلك الله قال هؤلاء يستكبرون عن دعاء الله سبحانه وتعالى، يستكبرون عن دعاء الله، سيدخلون جهنم داخرين صاغرين. عقوبة من يدعو غير الله، انظر إلى عقوبة من يدعو غير الله. الذي يدعو فلان ابن فلان يا فلان يا فلان، حتى لو نبي، يا نبي افعل، أطلب منك كذا كذا، هذا سيدخل جهنم صاغرا ذليلا، لأن صرف العبادة لغير الله. الحديث أيضا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الحديث هنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. الدعاء هو أساس العبادة. الدعاء هو أساس العبادة. الصلاة أليس فيها دعاء؟ فيها دعاء الصلاة من أولها لآخرها. قراءة الفاتحة فيها دعاء. الصيام في دعاء. الدعاء في دعاء مسألة، ودعاء يسمونه دعاء الذكر، دعاء الذكر، التسبيح والعمل، وهذا كل دعاء. الذي تمجد فيها الله سبحانه وتعالى يعتبر دعاء. دعاء التسبيح، التهليل، التحميد، هذا دعاء. الحج، الحج فيه دعاء. عملك دعاء. فهنا لاحظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب. يعني الآن لما ذكرنا هنا استدللنا بأن الدعاء عبادة، هنا النبي أكد بأن الدعاء عبادة. النبي فسر الآيات وبين أنها عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب ننتقل إلى ما بعد. نسأل الآن سؤال تأكيد للموضوع السابق: هل الدعاء عبادة؟ هل الدعاء عبادة؟ نعم، الدعاء عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الآن ننظر إلى مكانة الدعاء. ما مكانة الدعاء؟ ضع سؤال عندك، اكتب سؤال: ما مكانة الدعاء؟ ما مكانة الدعاء في الإسلام؟ مكانة الدعاء، الدعاء من أعظم العبادات وأجلها، من أعظم العبادات وأجلها، بل كل العبادات قائمة على الدعاء، كل العبادات قائمة على الدعاء. الدعاء محبوب لله عز وجل. الله يحب من يدعوه، ويحب من يلح عليه بالدعاء، ويكثر الدعاء، ويدعو 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 ويستمر في الدعاء. الدعاء محبوب لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. أيضا الدعاء إظهار لذلة العبد لرب الله، يحب أن نتذلل له وأن نخضع له، فبالدعاء تذلل، خضوع، إنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ورجوع، ويأتي الإنسان خاضع لله سبحانه وتعالى. فهذا مكانة الدعاء. يأتينا سؤال: ما مكانة الدعاء؟ نقول: الدعاء هو أعظم، من أعظم العبادات، بل هو أعظم عبادة. أيضا الدعاء محبوب، الدعاء محبوب لله، الله يحب الذين يدعونه. الدعاء فيه إظهار التذلل والافتقار إلى الله، والله يحب الذين يفتقرون وتذللون له سبحانه وتعالى. هذا هو مكانة الدعاء. دعاء غير الله، من يدعو غير الله، انتهينا من تأسيس المسألة بأن الدعاء فقط لله. الدعاء لا يدعى إلا الله، لا تصرف العبادة إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. انظروا إلى دعاء غير الله. دعاء غير الله شرك أكبر، هذا حكم. ما حكم دعاء غير الله؟ شرك أكبر. كيف؟ لأنك صرفت العبادة لغير الله. الله أمرنا بأن نعبده سبحانه وتعالى وحده، لا نشارك معه أحد أبدا. فإذا جاء شخص وقال:
يا فلان افعل افعل، يا فلان أطلب الرزق منك يا فلان، هذا دعا الله؟ هذا صرف العبادة لغير الله، توجه لغير الله وترك الله، استكبر عن عبادة الله ودعا غير الله، هذا شرك أكبر، شرك أكبر، حكمه شرك، دعاء غير الله شرك أكبر. هنا مثل دعاء الأموات، دعاء الغائبين، فهؤلاء يكثر دعاء الأموات والغائبين، يأتون ناس ويدعون صاحب القبر، يا صاحب القبر يا فلان، وهو ميت أصلاً، لو يستطيع أن ينفع نفسه ما بقي في قبره، لا خرج، كيف يبقى في قبره؟ لو كان ينفع نفسه لنفع ولم يبقى في قبره، فكيف أنت تدعوه؟ هو ضعيف، هو ضعيف لا يستطيع. قال فوقع في الشرك الأكبر الذي يدعو غير الله، لأن الدعاء، لماذا من دعا غير الله وقع في الشرك الأكبر؟ انظر للكتاب، تأمل، لماذا؟ لأن دعاء غير الله شرك، لأن ماذا؟ لأن الدعاء عبادة، والعبادة لابد أن تصرف لله سبحانه وتعالى، فإذا صرفت لغير الله وقع الإنسان في الشرك، وقع الإنسان في الشرك. هنا انظر ماذا قال الله، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كيف تدعو إنسان أو شخص أو جماد لا ينفعك ولا يضرك؟ فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ظالم أنت، ظلمت نفسك ووقعت في الظلم وكنت من الظالمين. السبب لأنك وضعت الشيء في غير محله، محل الدعاء، الدعاء محله ولمن؟ لله. فإذا جاء شخص جعل الدعاء لغير الله كان ظالما، كان ظالما. طيب الآن نأتي إلى هذه الآية، الآية هذه بين أن الظلم هنا الشرك، لما في قصة لقمان، مر عليكم في قصة لقمان، قال إن الشرك لظلم عظيم، الشرك لظلم عظيم، وهنا الله قال فإنك إذا من الظالمين. قول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ليس له برهان ولا دليل على عبادة هذا الشخص وأنه يستحق العبادة، عبادة هذا الشخص أو أنه يستحق العبادة. انظر ماذا قال، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ويله من الله سبحانه وتعالى، إنه لا يفلح الكافرون. فالدعاء لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى. فلماذا يدعون من دون الله وهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يستطيعون بل لا يستجيبون؟ سيأتينا بعد قليل نتحدث عن صفات الذين يدعون من دون الله. انظر إلى قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا، دليل واضح، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تصرف العبادة لغير الله ولا تدعو غير الله سبحانه وتعالى. دعاء غير الله أعظم الظلم والخسران. يا من تدعو غير الله، يا من تدعو غير الله قد خسرت الخسران العظيم ووقعت في ضلال مبين، لأنك صرفت الدعاء لغير الله. الله خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا، والله سبحانه وتعالى ينعم علينا النعم الكثيرة، فهو الذي يستحق العبادة، هو أدرى بنا وأعلم بنا سبحانه وتعالى، فكيف نصرف العبادة أو نطلب شيء من إنسان ضعيف؟ إنما الدعاء نصرفه لله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يدعو غير الله وقع في الضلال والخسارة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء الذين يدعون من دون الله، شخص يدعوه من دون الله، يدعو نبي، يدعو ولي، يدعو أي أحد، أي شخص أو صاحب القبر، هذا الشخص الذي تدعوه لا يستجيب لك، وأيضا هو غافل عنك، وأيضا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يوم القيامة يتبرؤون ويكونون أعداء. من كان يدعو عيسى عليه السلام يوم القيامة عيسى يتبرأ منه، وعيسى يدعو الله بأن يأخذه إلى نار جهنم لا يريده، لأن عيسى لم يطلب منهم أن يدعوه.
هنا لاحظ الصفات، أنهم لا يستجيبون لدعاء الداعين أبداً، الذين يدعون من دون الله. مثلاً نمثل عيسى، عيسى لا يستجيب لدعائهم مثلاً. أنهم غافلون عن دعاء الداعين، عيسى أصلاً غافل عن دعاء، لا يهتم بدعائهم ولا ينظر إلى دعائهم. أنهم يعادونهم يوم القيامة، يكون بينهم عداوة يوم القيامة. أيضاً أنهم يجحد عبادتهم، يرفض العبادة، يرفض عبادة هؤلاء ويجحدها ولا يريدها. هذا هو حال من يدعى من دون الله. يأتينا الآن سؤال يقول: قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكر الله تعالى في الآية ما يدل على أن الدعاء غير الله عبادة له من دون الله، يعني الذي يدعو غير الله فهو عابد، يكون عبد لهذا الشخص الذي يدعوه. الدليل الله سبحانه وتعالى قال في نفس الآيات: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا نص الآية. يأتينا أيضاً فالذي يصرف الله قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انظروا إلى هذه الآية، هي نفس الجواب. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. طيب ننتقل في آخر شيء. قال: دعاء غير الله من أعظم ما وقع فيه المشركون. أعظم ما وقع فيه المشركون دعاء غير الله. طيب ما سبب صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ نوع من أنواع الشرك، وهذه مسألة الدعاء من أكبر المسائل التي وقع فيها الذين يحاربون الأنبياء وأعداء الأنبياء. أعظم شيء، لأنهم يصرفون العبادة لغير الله. قال هنا أن الدعاء من أعظم العبادات، أن الدعاء لماذا لا تصرف الدعاء لغير الله؟ أن الدعاء من أعظم العبادات، أن الدعاء من خصائص الألوهية. خصائص الألوهية أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فهنا هؤلاء صرفوا العبادة لغير الله، فهم خالفوا إفراد الله بالعبادة. أن الداعي إنما دعا إلهه عند انقطاع أمله ممن سواه، وهذه هي خلاصة التوحيد. يعني الإنسان إذا جاء يدعو غير الله، يدعوه وهو مضطر محتاج وكذا، فإذا دعاه وهو مضطر محتاج وقع في هذا الأمر الشركي، فوجه إخلاصه وعبادته لغير الله. هذا أمر عظيم. طلب الرزق لا يكون إلا من الله. دائما الناس إذا دعوا يدعون بالرزق، يدعون بالرزق. انظر ماذا قال الله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالرزق يطلب من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من غير الله. الرزق لا يطلب من غير الله. قال: واسألوا الله من فضله. إذا أردت فضل الله اسأل من؟ تسأل الله، ما تسأل غير الله. والفضل بيد من؟ الفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الآن آداب الدعاء، آخر شيء آداب الدعاء، يعني حتى في الختام آداب الدعاء: إخلاص الدعاء لله، والإنسان إذا جاء يدعو أيضا يحمد الله ويثني عليه، يبدأ يقول يسأل الله يثني على الله، مثل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لاحظ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أول شيء كان ثناء، مدح وثناء لله، اهدنا الصراط المستقيم. الجزم في الدعاء، يعني أن تدعو وأنت موقن بالإجابة، وأيضا الإلحاح في الدعاء وحضور القلب، هذا أهم شيء. فدرسنا الذي تحدثنا عنه هو الحديث عن الدعاء، وأن الدعاء لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وأن الدعاء عبادة، فإذا كانت عبادة فلا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.